عندكم انسان كيجري عندك مباشره غيضربك. كونسونغري هنا داري قوتيها، الا ما هزوك السبيطار اليوم قوتيها. كنهرسو كنهبطو مباشره، كنغرف هادي كنضربو الكرشوطه كنهزلها وكنطلع وكنهبط كنعطيو بالسبيك كنضربو طونلان هنا. ولا باقي تبي ما يتنفس كنضربو هنا مباشره. بكامل احتراماتي خوتي وبكامل التقديرات. يا واتساب جايز، قررت باش اني نرجع اليوتيوب. يا صراحة كنت نرجع لها رجع لها، ولكن ما كنت مقرر باش انا نرجع في هاد الوقيته. دابا يعني باقي لي 5 ايام للجهاوي وانا قاعد كنريكوردي هاد الفيديو. المهم السبب هو ان جاتني القنطة اول حاجة، ثاني حاجة بحال هكا اباغيش نبان بحال هكا كان ديبريس عليكم ولا شي خيا، ولكن هكا حسيت بالقنطة وبحال اللي حسيت ما بقيتش كان نهضر مع بنادم بزاف، وبحال هكا يعني في هاد الوقيته كنت وليت بحال هكا بنادم بزاف كيجي يهضر معايا يقولوا او سليبر درنا فيديو جديد، واخا كانوا كيجيوني واحد زوج ثلاثه بحال هكا ماكسيموم، ولكن غير هاد ثلاثه بحال هكا كان كيعجبني الحال بزاف. وكرهت من ريت بحال هكا يوتيوب. هي صراحه ماشي بخاطري، راه كانت تخسر لي الباس اول حاجه، ثاني حاجه الجهاوي، ثالث حاجه عندي كونيكسيون خايه، يعني الفيديو ديالي كنخليه الليل كامل، هو يعني الباس الا بغيت ندخل شي فيديو كنخلي الباس ديال الليل كامل هو شاعل باش ان هذاك الفيديو يدخل في الليل. ودابا غادي ندير فيديو ديال ماينكرافت، ولكن ما عارفش ما عنديش شي ايديا على هادشي. ندخلوا اليوتيوب غادي نكتبوا انا نوريكم كي ديروا تدبروا على شي ايديا ديال ماينكرافت، واخا انا ما عنديش شي ايدياز ديال ماينكرافت. بيكسل نو بيت ديفنس جيمر بوي نديرو هاد نو بيت ديفنس. يا صراحه انا كاع ما كنديفنديش انا يا صراحه، ولكن راه نلقينا ايديا. اول حاجه غادي تخدم بادليون وريز بادليون تيريز. اوكي دابا راح ندخلنا لهاي بيكسل، المهم ندخلوا سكاي وورد بيد وورز ايمين. اوكي اوي انا حمار. يلا كنت باغي نقول واحد الحاجه واللي هي ان هاد تشالنج ديال لحقاش كيعطيني ادفانتج اني منش ما بروتكتيش البلد وما نضيعش فلوسي في البروتكشن وكان شريتي انتي، ولكن في الاخر تخورت وشريت خشب على والو. غادي نطيح؟ لا خصك تقول ما عاديش طيح باش انك ما طيحش. دير بحال هكا دير بحال هكا. شوش مسكين هو شوش كرهني. شش على كومبو هاك بيج براين. هرس. شوفوا يلا كنتو تشوفوا دابا غادي تعطيوني لايك وسبسكرايب. خلاص نكمل هضرتك، كنت باغي نقول تعطيوني لايك وسبسكرايب وتجيو عندي في ديسكورد وتقولوا لي سليبر از نو يو ار ذا بيست. راه جايني جاني ولا لا؟ ماني عارف، يكون دابا خايف، راه خايف خاطر انا عندي باد وهو ما عندوش باد، و الى جا غادي ندي فيه فاينل كيل. ولكن انا الباد ديالي ما مديفنديش، يعني يقدر يهرسو، ولكن هو مكلخ هو خايف على هادشي. شو قاعدين ندير له؟ على هكا اوه نقدر نكون ملاقي، نقول لك انا كنت ملاقي ولا شي خرين، ولكن ما عنديش بلوكات. اش راه مشى البيت اهوك مشى البيت، ولكن انت ما عنديش تسلك وانا ما عنديش نسلك. موت باي ذا واي بلي اي ستيف ولا ما عرفت سميتو، نسيت سميتو. المهم كنت كنلعب مع هادي شحال خونا بلي ضرب 10000 100000 ابوناي مين خويا يستاهل صراحه. كي راه بعيدا على انه كيهضر بالسعوديه ولا يقدر شي بنادم يقول له اه كتحسس واعده كتضرب بالسعوديه، راه خونا راه كيعي على فيديوهاته، يعني سواء كيهضر بالسعوديه ولا ما كيهضر بها. المهم سواء كيهضر بالسعودية ولا مكانش كيهضر بها، راه كيدير مجهود صراحة. فيديوهات يعني دايما كيبوست، ماشي كيما شي مغاربة بحال هكا ما كيبوستاو ما تقلوا ما يقودوا سوايع ويقول اوه جوستيف جيمر يضرب السعودية يحسن سواعدة.
وجاب 100K وانا ندير فيديو. ايوا القحبه نتايا فين راك كدير شي فيديوهات؟ انت دير فيديوهات بحاله هو يعني كل نهار وكل مره خارج سمع وجايب فكره وخف افكار دايرين كزبي، ولكن المهم كيدير مجهود صراحه ويستاهل. ما تكونكش محساد وتقول او يو شو هاد خونا كي حسن سواعده كيضرب السعودي على هادشي دار الدعم وكذا. خويا انت دير بعدا دير مجهود امرا من حقك باش انك دير بحاله ولا اكثر منه، امرا من حقك باش انك تشكي وتقول او يو شو انا يا ولا هو ولا القلاوي ولا الحزام. ما عمرك ما تقارن راسك بشي يوتيوبر واحد اخر، يعني دير المجهود ديالك وكشي اللي عادي يجيك راه جاك، يعني داكشي اللي عادي يجيك راه بفضل المجهود ديالك. يعني ماشي تقول او يو هاد بنادم شوف دار غير هاد الدفشه و وجاهد الدعم وانا درت حاجه زينه، راه صرت قوي دخل جيم واحد اخر. تعصبت على والو، ماشي تعصبت ولكن بحال هكا خلاص كرهت هذا المغرب بنادم عقله عاد باقي في كروته. انا ما كنقولش بان عقليتي زينه ولا شي خريه، راه حتى انا عايش مرات كيكون عقلي في كري، راه شي مرات كن راه شي مرات اوف يعني كندير الخريه وموراها كنكتشف بانني واش كنت كندير كنقول ناري انا اكبر حمار. يعني باش نقول لكم بلي او شو المغاربه عقليتهم خاريه وكذا وشو انا يراني مسقب، كان ضروري راه حنا بني ادم كل واحد راه في حاجه خامسه يوسف هي بنادم ما يعني يدير الخطا وراه يفهم كرو، ماشي يبقى يدير الخطا يدير الخطا وهو عارف كرو داير الخطا يقول لك لا انا ما دايرش خطا اخو انا كدارني هضرت نيشان. يعني الا عارف كرك داير خطا عارف كرك بانك راك غلط كاملين. خونا جاي بسم الله. واش درت؟ هولي شيت ام سو فاكين دام، عمري ما شفت شي حمار كيف هادشي. شوف اصلا هاد الجيم راني ما عادش كلاتش هادشي ندير لك بحال هكا. دخل الجيم شاد في شهاده شاد الجيم ديال والو. يلا بغيتو يلا شي بنت بحال هكا كتلعب واخا عارف بانها ما غاديش تكون تشوف هذا الفيديو، ولكن عايز تقولوا لي سيمب، عايز تقولوا لي عناب، عايز تقولوا لي كذا ما سوقيش. الاخوان حنا بغينا الفيوز، يعني الا درت فيديو مع شي بنت غادي تجيب الفيوز، الا جبت الفيوز غادي مش درت، الا جبت الفيوز غادي ما استفدت والو، ولكن بغينا الناس يشوفوا الفيديو ديالنا. هذا الشيء بما اننا حنايا شعب مكبوت ماشي كلشي صراحة، يعني أغلبية فينا مكابيت، بغيت الإخوان شي فيديو مع شي بنت اللي يكون صوتها كيوت ماشي يكون صوتها مرجج. يا صراحة بنت بحال هكا بحال شي خرية من اللي قلت هاد الهضرة، ولكن الواقع المر الإخوان ماشي واقع مر، ولكن أنا اللي مر. خونا طاح الله يرحمه. شوف أنا صافي أي بنت كيما كانت، ماشي غير اي بنت، اي واحد بليز ريكوردي معايا الله يرحم ليك الوالدين. راه فيديوهات ملي كتريكورديهم مع بنادم راه تما فين كتجيب الفيوز، يعني تما فين كيطلع فيديو ناضي كنادي كتضرب يا ودي يا 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 كتضرب. شوف هادي في وجهه غادي نجي من هنا وغادي ندير وي ويلا اش درت شدرت هولي شاس نجيت هولي شاس شسرا الحمد لله. كاين انا طلعه غادي تجي هكا ياك ما راه جاي للبيت احمر الحمد لله ياك ما خرج فين خرج ديكونيكت بقيت نشوف ديكونيكت هكا غادي نمشي للدايموند الحمد لله. هنايا في هاد الماب الدايموند قريب بزاف يعني اي 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 اش نورني كندير. باي ذا واي حقا اللي بغى يشوف الفضائح ديالي راني رجع هي ماشي فضائح، ولكن راه اي واحد كيبدا هاك راني فيديوهات غادي نقص المايكرافت الصوت الاخر فيديوهات القدام الاول اول فيديو. المهم ما كاينش شي فيديو اللي خبيته عليكم، اي فيديو راني درتو راني درتو بوبليك، يعني ما كاينش شي فيديو الوالد ديالي راني دايرهم بريفي ولا شي خريا، كلشي راني دايرو بيبلو كلشي يعني ملي كنقول كلشي يعني كلشي من الاتات زيد اول فيديو حتى الاخر فيديو درتو راني دايرهم بيبلو. غادي نطيح لحقا جاني ضرب اف بي اس الله ما طيحش
واخا السوري ديالي اللي راه كيزبي وشي مرات كتبقى تبلوكالي، ولكن انا غادي ندير البيت. شو هاد القحبة؟ انا عقب بون امك. اخوان ما تبقاوش تفرجوا فيا وانتم دايرين لي كيك، لحقاش كنسب بزاف. يعني انا ما بغيتش نكون من دوك النوع ديال اليوتيوبرز اللي كنسبوا بحال هكا، يعني طالعين فيديوهاتي غير بالسبان، ولكن راه ما كنقبض فراسي الاخوان على هذا الشيء. سوري سامحوني، على حتى ما تفرجش فيديوهاتي ما تفرجوهمش قدام شي واحد من العائله ولا شي خريا. فيديوهاتي تفرجوهم الكرك داير لي كيت شي كتا ولد اللعب داري 4 دايمن. شو 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 انا جاي انا جاي هذا الشيء خاصك ترجع شي شويه الله حرام يضرب باكا باكا راكا وغادي ينقز فين ينقز. الله اكبر، اجل لهنا الدين دمك والله لا مشيتي. شو شو والله لا الدلبة ما، ولكن عادي عادي تموت عادي عادي نموت صافي دابا. اوه ناري هاد الماب كيفكرني في الفيديو اللي درته مع ارتيست وكنا درناه مع دوك البنات، وكنا قلنا بان غادي نصوروا مع دوك البنات واحد الفيديو الى وصلت الفيديو 20 لايك، وبالتالي ما درناش الفيديو. واخا وصلت 20 لايك، واخا وصلت اكثر من 20 لايك ما درناش الفيديو. لاقاش اول حاجه هذوك البنات مع علم الله فين غدروا. هي صراحه كانوا واقيلا كيلعبوا في ديك الوقيته، وارتيست غبر حتى هو. هو صراحه ماشي غبر، ولكن غبر على ماينكرافت، غبر على ماينكرافت كدا، راه يدلج ماينكرافت في فيسبوك وكدا، وراه كيلعب بابجي موبيل وقيلا هاد التريك ديال منسيتهاش ديال ارتيست ما مديتش خرا. الله ما نطيحش خونا راه طالع. كان هو الله لا بقى فيها شو 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 كاين ندير واو سوري يا برو، ولكن خصني ننجح في التشالنج. شو شو اي 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 واش غير انا اللي كتصرى لي ولا حتى نتوما؟ بنادم كي كتهرس له البيت ديالو كيموت وكيولي يرجع يحيى ما كتقدرش تضرب عرفتي علاش؟ شفت الجليتش يلا ما قالوش بعد شكون باقي؟ الجري والاكوا او الاكوا. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سوف يسقط سليبر ام لا؟ انا كنقول عادي نسقط، وكي غادي نقول لكم كي غادي ندير عادي قبل ما نطيح للارض، يعني قبل ما نموت عادي تهرس لي. الحمد لله ما طحتش، الحمد لله الحمد لله. دابا هو باين راه غير قدامي لحقاش القراية قرا غير قدام الاكوا بعد ما نقدر هو انتحر. ويلي ما ينفيتين يا ربك تهرست. دابا ستريس، دابا ستريس عندي نوض عنديش احتاجها. غادي دير بحال هاك، غادي دير هاك، غادي تشري فاير بول هاد الدين مار. ما الا الايرون ايرون، ولكن هو مطول هذا القحبة. او بيرفكت تايمينغ برا، بيرفكت تايمينغ برا برا. دير حالها كاسلاش ال تخرج ونقول لكم يا والجيز والجيز سبيشال جيز جاست كنت يضحك. المهم صراحة قول لي كي جاكم هذا السكين، قول لك جاكم الكيب واخا كيب قديم غنشري هادي ارتيست، ولكن ما عرفتش واش نعطي نعطي ديديكاس بحال هكا اليوتيوبرز المغاربه اللي لحد الان باقيين كيديروا فيديوهات بحال هاوي بريك فو ادوكس
شكون عاود ثاني؟ والله ما عرفت مابقيتش انا كنتبع الناس بس كنتبع مغاربة يوتيوبرز وليت والله ما عرفتش مابقيتش كندير في حياتي وليت كنخدم يوتيوب نطلق فيها شي موسيقى ندخل فيسبوك ونبقى نشوف في الميم صافي هادشي اللي راني كندير في حياتي مانيش عارف كاع اليوتيوبرز شنو راهم يديروا اليوتيوبرز المغاربة بصح اللي راه يبان لي بزاف هو ايستيف هو اللي راه يدير فيديوهات بزاف بريك والله ما عرفت فوقاش اخر فيديو داره وقيلا شحال فؤادوكس حتى هو وقيلا هذا الشيء مانيش عارف هاوي كان عاد كي دار الفيديو ديال الكراش ديالو دار غير بارت واحد نصيحه سيروا تفرجوا له واخا البارت واحد ما قال فيه حتى شي حاجه ولكن يقدر يتصرا شي حاجه زينه في البارت زوج واش كون عاد الثاني هاي هاد اليوتيوبرز اللي راني عارفهم ما عرفتش حتى شي قلاوي اخر ماشي ما عارفهمش ولكن يبان لي ما راهمش يديروا فيديوهات مي خوكس حتى هو وجاني لو تشات ما عادش نتحلو دابا مي خوكس حتى هو راه يدير فيديوهات شكون ثاني والله ما عرفت المهم اي يوتيوبر مغربي نصيحه كملوا في فيديوهات راهم كيبانوا لي بزاف شتو على فيسبوك راهم دايرين راه هاوي دار واحد الجروب سميتو ماينكرافت التيميت فيه كاع اليوتيوبرز الناضيين يعني تدخل داك الجروب اللي بغى يدخل له غادي يلقاه في الديسكريبسيون غادي تدخل له غادي تلقاو الدراري بزاف كيديروا فيديوهات يوتيوب يعني معروفين ما معروفينش اي واحد يعني غادي نطلعوا ماينكرافت ماروك واخا ما نقدرش نقول امبوسيبل ولكن غتكون شي شويه صعيبه يعني خصنا نكونوا بزاف وحنا ماشي بزاف يعني لحد الان راه شي 200 ممبر ولا 300 تقريبا بحال هكا في داك الجروب الله يزيدوا بزاف المهم صافي هادشي اللي عندي انا في هذا الفيديو غادي نقول لكم بسلامه الدراري سي يا ليتر او الله يوفقكم اللي عنده الجهاوي الله سي